صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2023 بإعادة تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: يعاد تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويتبعه أولاً إدارة الاتصال، إدارة الحسابات العدلية، الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، وتتبعه إدارة الشؤون التشريعية والتعاون الدولي، معهد الدراسات القضائية والقانونية، جهاز قضايا الدولة بمستوى إدارة، إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة تقنية المعلومات، وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة، يتبعه إدارة التوفيق الأسري والنفقة، الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ، وتتبعه إدارة المحاكم، إدارة التوثيق والتنفيذ، وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، ويتبعه إدارة الأموال، إدارة أموال القاصرين، إدارة شؤون القاصرين، الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، وتتبعه إدارة الشؤون الدينية، إدارة شؤون القرآن الكريم، إدارة صندوق الزكاة. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 49 لسنة 2019 بإعادة تنظيم شؤون العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.